تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي غرب مديرية موزع التابعة لمحافظة تعز، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني في وقت سابق من تحرير عدد من القرى على أطراف المديرية، منها قرية السواهر والهاملي اللتان بدأ السكان بالعودة إليهما تدريجيا بعد انتهاء المعارك في محيطهما. قبل التحرير كان والله كنا مضايقين من كل من القضائح ومن الطلقات النارية ومن كل ما المواطنين كلهم كانوا في خوف في فزع. غابت الميليشيا عن هذه القرية الصغيرة، فعادت الأسر محاولة دفع الحياة إلى الأمام، إلا أن قذائف ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع ما تزال تنغص فرحتهم بالتحرير، فمن حين لآخر تتساقط بعض القذائف والصواريخ على القرية لتصيب عددا من البيوت وتخلق الذعر في نفوس المواطنين، كما تلحق دمارا واسعا بالممتلكات. استهدفوا الحوثة بقذائف هون وقاموا باستهدافه في الليل في الساعة 2، والناس القودين في بيوتهم. تبدو الحياة هنا هادئة قليلا في معظم هذه المساكن التي ما تزال مهجورة، فبعض المواطنين فضلوا البقاء خارج المنطقة جراء المخاوف الأمنية وعودة الاشتباكات من حين لآخر.